السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى الشيء، فكل شيء توصلت به إلى شيء فيعد سببا. قال تعالى عن ذي القرنين فأتبع سببا، وقال تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الآية معناها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ولا اضمحلال له، ومن لم يرضى بهذا كما هو حال الكفار فليأخذ سببا يعني حبلا ثم ليربطه في السماء يعني في سقف البيت ثم ليختنق به فليمت غيظا، فإن الله عز وجل مكمل دين النبي صلى الله عليه وسلم وناصره. وهذا على أحد القولين، والقول الآخر فليمدد بسبب إلى السماء أي فليصعد إلى السماء الحقيقية وليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي مصدره هو السماء. فالشاهد من هذا أن السبب من حيث اللغة ما يتوصل به إلى الشيء. أما من حيث الإصطلاح فإنه عند علماء الأصول أصول الفقه وهم يتحدثون عن الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية المراد منها التي وضعها الشارع فبمجرد وجودها يوجد الشيء، بخلاف الأحكام التكليفية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، فهذا يتحدث عنه علماء الفقه. لكن أصول الفقه يتحدثون عن الأحكام التكليفية، لكن المصب عندهم هي الأحكام الوضعية يعني التي وضعها الشارع، والفقهاء يتحدثون عن الأحكام الوضعية لكن حديثهم منصب على الأحكام التكليفية أكثر. مثال ذلك ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، فمتى ما وجد ملك النصاب وجدت الزكاة بقطع النظر عن الاعتبارات الأخرى، فعندنا السبب وعندنا الشرط وعندنا المانع وعندنا الرخصة وعندنا العزيمة، هذه يتحدث عنها علماء أصول الفقه وحديثها في الفقه. لكن تعريفهم للسبب قالوا هو ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. فمثالنا ملك النصاب يلزم من وجوده وجود الزكاة ويلزم من عدمه عدم الزكاة. وقد يكون للسبب حكمان، قد يترتب على السبب الواحد إما حكم كما هو في مثالنا، وإما أن يترتب عليه حكمان. مثال ذلك طلوع الفجر الثاني يترتب عليه حكمان، منع الأكل للصائم وأداء صلاة الفجر. فهذا هو التعريف للسبب عند علماء الأصول.